السلام عليكم ورحمة الله. أنا فداء من فلسطين، أم لثلاث أطفال. عانيت من مرض تلي في الرئة في سنة عام 2013. كنت مبلشة في الأدوية في الأبر، يعني كنت أمارس حياة عادية، إلا أنه كثر الأدوية وكثر الأبر وصلت لمرحلة الزراعة. في عام 2021 كان مقرر أنه لازم انه الرئة عندي ساءت لدرجة سيئة جدا، فنصحني الدكتور انه لازم يكون عندي عملية زراعة للرئتين. طبعا كنت ما امارس ولا اي شيء، فقدت السيطرة، ما بعتني باولادي، انا ام لثلاث اطفال، كنت افقد اني ما اقدر اصلا حتى امشي اولادي، ما اقوم بواجباتي المنزلية. حتى نصحني الدكتور، توجهنا طبعا، تواصلنا في المستشفيات اللي نصحونا، طبعا في مستشفى NGM، طبعا تواصلنا مع المنسق. ما حكيتي برضو كيف كنت بالفترة الصعبة؟ أول شيء أنا اسمي نبيل علاونة، أنا زوج فداء، وبصراحة يعني في 2014 اكتشفنا المرض وتدريجيا بلشت تتعب، فوصلنا لمرحلة إنه يعني فقدت القدرة على الحياة، ما بتقدر تهتم في أطفال، ما بتقدر تهتم في بيت. تقريبا صارت حياتنا في السنتين الأخرانيات يعني داخل المستشفى، خلال كل ثلاث أو أربع أيام كانت إلنا زيارة، وممكن كان في مبيت أو دخول المستشفى لثلاث أو أربع أيام. يعني الحمد لله على كل الأحوال. آخر سنتين أنا ما كنت أصلا أحس بولادي، يعني ما كنت أشوفهم كثير، لأنه كنت أغلب وقتي في المستشفيات بين الأدوية، يعني تعبت جسمي. خلينا نحكي هسا الحمد لله زرعنا، هسا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى من علي الطول، الحمد لله. طبعا زرعت الرئتين والحمد لله رب العالمين، حياتي تغيرت، يعني الحمد لله رب العالمين، بمارس الأشياء اللي ما كنت أمارسها من قبل ما بمارسها اليوم الحمد لله، يعني بطبخ مثلا، بقوم بأي واجبات، والحمد لله رب العالمين هاي النعمة. طبعا الحمد لله، يعني هذه انا بالنسبه لي انا كنت مراقب وعايش معها من فتره المرض وفتره صعبه، واليوم الحمد لله ربنا من علينا وزرعنا، ففي فرق يعني رجعت للحياه الطبيعيه، رجعت للمشي، رجعت حياتنا ان شاء الله يعني ممتازه الحمد لله رب. بالنسبه للمستشفى نحكي، بالنسبه للمستشفى الطاقم الطبي كثير تعاملهم كثير راقي وكثير إنسانيين، والإنسان طبعاً المريض أهم شيء إنه تكون يتعامل مع إنسان، فكانوا يعني أنا من فلسطين، فأنا مغتربة تعتبر، فكانوا يعني خاصة طاقم التمريض كانوا بمثابة يعني عن جد خوات، يعني كنت أنا لما أتعب ما يفارقني. بالنسبة للأطباء كانوا في قمة في الروعة، يعني ما بتحس حالك إنك بتحس حالك في بيتك الثاني، يعني طاقم طبي كثير رائع. صحيح، طاقم طبي ممتاز. يعني احنا في البدايه استقبلونا المنسقين، في شباب يعني ما شاء الله عنهم كانوا معنا من البدايه لحتى اللحظه هاي. بالنسبه لطاقم الاطباء، الدكتور بالا، الدكتور سوريش، الدكتور روي، وباقي الاسماء ما بدي انسى اي احد، كلياتهم كانوا ما شاء الله ممتازين، وكانوا معنا دائما ينصحونا بالشيء الصحيح، والحمد لله احنا توصلنا هون يعني بالنهايه لنتائج الكل الحمد لله شايفها. نتشكر طاقم التمريض، طاقم الدكاترة كمان مرة، طاقم تبع المنسقين، أي شخص نسيناه إحنا متأسفين، بس الكل ما شاء الله وقف معنا وكانوا ممتازين. This young woman from Palestine came to us a few months ago with severe breathing difficulty. And after extensive investigation, we found that her lungs were completely destroyed and she was extremely breathless at rest and going in and out of the intensive care unit requiring oxygen. After a period of around 4 months, we got a suitable donor with excellent lungs, which was suitable for her, and she underwent a bilateral lung transplant. And the surgery went off very well and she recovered very rapidly. And within a week, she was out of the intensive care, and in 10 days' time, she was ready for discharge. Now, as you can see, she's recovered completely. She's able to walk as much as she wants, able to climb stairs, and she's going back to her country tomorrow. And soon, with physiotherapy, she'll have a normal exercise capacity and normal lifespan. I wish her the very best of health. Thank you.